مدنية الدولة ساعة لازمنا نتفهموا في المفهوم هذا متاع مدنية الدولة، على خاطر هنالك كثير من الناس يقولون أن الإسلام هو دولة مدنية، معناها religion civile، مش هذا المعنى اللي احنا ننتمي إليه يعني وندافع من أجله. وقت نقول دولة مدنية معناها دولة فيها فصل بين الأمور السياسية والأمور الدينية وبين عمل الدولة وعمل والعمل الديني، يعني اللي متعلق بكل ما هو عقيدة دينية وإيمان إلى غير ذلك. هذا اللي نعني بالدولة الدينية، الدولة المدنية عفوا. الدولة المدنية في المسودة الأخيرة هذه أكدوها بالفصل الثاني، كامل الفصل الثاني، بالفصل الثاني اللي قوى مفهوم الدولة المدنية في المشروع الدستور هذا المشروع الثالث. يقول أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وسيادة الشعب وعلوية القانون أو شيء من هذا القبيل. ولكن بعد التأكيد هذا بقينا في منطق آخر، وهو منطق دين الدولة. ومنطق دين الدولة هذا هو اللي جاء في الفصل، كان في المسودة الثانية 148 وأصبح اليوم الفصل 136. يقول لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من مطة أولى الإسلام كدين الدولة، السيف المدني للدولة، حقوق الإنسان إلى غير ذلك، اللغة العربية وغير ذلك. بحيث هنالك فما تناقض، لا يمكن في آن واحد أن فما تناقض داخلي ساعة في الفصل 136 بنفسه. لأن إذا كان قلنا الإسلام دين الدولة، ما عادش نجم نقول الإسلام تونس دولة مدنية، لأن المفهومان متناقضان. هل الدولة ينجم يكون عندها دين؟ لا، مش الدولة عندها دين، المجتمع عنده دين، وهذا هو معنى الفصل الأول. هذا هو المعنى الفصل الأول اللي جميع الناس متفقين عليه، والشعب التونسي الكل متفق عليه، والنخبة السياسية والأحزاب كلنا متفقين على الفصل الواحد، واتفقنا باش نبقيه الفصل الواحد اللي هو في الأصل الأول اللي كان موجود في الدستور متاع 59 بدون تغيير. تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية نظام والجمهورية نظام. لكن يبدو أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الفصل والاختلاف في التفسير. الاختلاف في التفسير جديد، هذا شيء حادث ما كانش موجود، الاختلاف هذا في التفسير، لأن من الأول كان الفصل الأول عند جل رجال القانون يعني أن الإسلام هو دين المجتمع، دين البلاد التونسية، دين الأغلبية، أغلبية التونسيين. ولكن هذا ما ينفيش اللي في المجتمع هذا اللي هو مجتمع الأغلبية متاعه إسلامية، فما أقليات ساعة ما ننسوهاش، الأقليات الدينية موجودة موجودة. بحيث إذا كان اتفقنا على المعنى هذا وأن الإسلام دين البلاد دين تونس، إذا كان قلنا الإسلام دين الدولة، ربما هذا يفتح الأبواب لسياسات تكون سياسات مناهضة للحريات العمومية وبالخاصة حرية الاعتقاد. علاش؟ على خاطر إذا كانت تقول الإسلام دين الدولة، باش تولي الدولة عندها دين، وما كل منطلق هذاك الدولة في المستقبل لو تغيرت الأغلبية مثلا، ولا أغلبية متاع دين إسلامي متزمت، تفرض عليك الشريعة كأصل أساسي أو الوحيد للتشريع، تفرض عليك الإعدام للارتداد، تفرض عليك التراجع على قانون الأحوال الشخصية، تفرض عليك تطبيق الحدود، وإحنا ماشيين. بحيث الكلمة هذه وبالخصوص في المناخ اللي إحنا قاعدين عايشين اليوم رو، والتنبؤات يعني اللي نجم نتنبؤ بها بالنسبة للمستقبل، يبدو لي أنه فصل خطير.